جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية مشابهة تقريبا، إنما العكس فيها هو الصحيح، وصاحب هذه القضية أحد إخواننا من جمهورية مصر العربية. القضية أطال فيها كثيرا، ملخصها أنه خطب فتاة من أحد الأشخاص واتفقوا على تلك الخطبة، إلا أن أبا الفتاة غير رأيه في آخر لحظة، وحينئذ يطلب من فضيلتكم التوجيه وينصح أولئك الذين يغيرون آراءهم في مثل هذه المواقف. جزاكم الله خيرا. الواجب على أولياء الفتيات إذا تقدم لخطبتهن من تتوفر فيه الشروط المطلوبة شرعا من الأمانة والدين وحسن الخلق، الواجب على أولياء الفتيات أن يزوجوهن بمن توفرت فيه الشروط، إذا رضينا بذلك، إذا رضيت الفتاة بذلك أيضا، لأن في رد الخاطب الكفء مفاسد، ربما يفوت ولا يأتي له بديل فتتضرر هذه الفتاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا الولي الذي ذكره السائل أنه تغير في آخر لحظة، إذا كان تغيره لسبب يقتضي ذلك ولمبرر وجيه، فلا مانع أن الإنسان يغير رأيه إذا ظهر له ما يبرر هذا التغيير، يعني عرف عن هذا الشخص أنه لا يصلح، تبين له ذلك، الواجب أن يغير رأيه لأنه يلتمس المصلحة لموليته. أما إذا كان لم يظهر له ما يوجب التغيير وإنما غير رأيه لأمر نفسي أو لطمع دنيوي وأمر يختص به هو نحو هذا الشخص وفي ذلك إضرار بالمولية، فإن هذا لا يجوز له، لأنه يفوت على موليته كفأها ويؤخر زواجها لا لشيء إلا لهوى في نفسه، وهو إنما ينظر في مصلحة موليته ووضعها عند كفئها اللائق بها وهي ترضاه، فلا يحرم موليته من الزواج إذا تيسر وتقدم لها خاطب كفء، فإن هذا يعتبر فرصة لا يجوز تضييعها لغير سبب وجيه. الذي ننصح به ولي هذه المرأة أنه إذا كان الخاطب على المستوى المطلوب وقد رضيت به الفتاة، فإننا ننصحه بأن يقدم على تزويجها وأن يبادر بذلك ولا يتمنع لأمر خاص به هو أو لرغبة خاصة به هو، لما في ذلك من فوات الفرصة والإضرار بالمرأة وغير ذلك من المحاذير، لا سيما وأن الأزواج الأكفية في هذا الزمان قليل، فإذا يسر الله كفءا فهي فرصة ثمينة لا تضيع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.